بكم في برنامج ديما لاباس على قناة التاسعة. اليوم السبت 8 ديسمبر 2018. تصفيق كبير على أحلى جمهور حاضر معنا اليوم. ونحب تصفيق زادة ديما معنا فرقة المايسترو هيثم الهاني. برشا حوارات مفاجآت وضحك وضيوف الليلة. شوفوا شي يستنى فيكم في سهرية الليلة في ديما لاباس. حمودة حمودة عجري دبار عليا يما حبها كتير. هو ما قلت لكش مش عز الحمودة ما باش قال لا والنبي يحصل لك شرف كونه يجيك انت كلا ولا يجي معناها لأي بلاتوك لا يخاطرني مانيش مستحق لحتى حد. كيفاش يجيك النوم مترقد في فرشك عبيد تقدم في البرامج وانت مقدم كرشك ترح شنو الغناء انا ساعة ما عادش نجم ندخل مركز فنون درامية هذا جاي بجنب ليسي ما عادش كوزو لي يكوز يكوز ما يحبوش الاحترام ما يحبوش الاحترام غني كيما بوكو حرام تتعداني احذار الغاب في غضوة خير من بالي كتبوا ربي سير محلش ما حنكير ولا بس الميم في الحرير منشي 9 سنين يسوق من غير برمي أبون؟ والله صحيح صحيح هوا ووا 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 هوا ووا 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 يعدي دوروا لا يطلعوا هلك ما يحبش يطلعوا هلك. نتمنى أنه الكاميرا ما تفريش نوفر لا ما ندوروش الكاميرا لا لا سيد المخرج لا لا هو كان هو يخاف على سلامته الجسدية أنا نخاف مازال نخوف منشط خوف هاو من الخربة سي بون مرحبا بكم في ديما لاباس. هاي ركزوا معنا توا معناتها ركزوا معنا توا في العشرين دقيقة الجايين خاطر فما حكايات غريبة جدا باش نحكيوها لكم. سعداء باستقبال ضيفي اليوم سي راشد الخيري رئيس تحرير موقع الصدى. مرحبا بك راشد. مرحبا بك ميرسي ميرسي على قبولك الدعوة. خلي نقول أنا عم ناول معناتها من أكثر القاهرات اللي تعداوا لي معناتها اللي تتحمص وتصير لك غصة هنا وتبدأ ساكت معناتها ما تكلمش هو لك الفيديوهات اللي أنت جبتهم لنا وقتها حصريا بتاع التوحد بتاع التوحد ومن بعد لقينا رواحنا عاجزين كتلفزة أن نعديهم وميرسي على ثقتك المتجدة خاطر نعتبر ما كنتش في المستوى أنا في الحلقة اللي فاتت ولكن معناتها انا ما نحبش لا نشكي لا نبكي نقول ظروف مي دونك هي ما تعدتش وانا قعدت ساكت سيكو انا نتحمس وليا دونك مي الحمد لله اللي في صار باللي موقع الصدى هبطهم متصور اليوم زاده مرحبا بك باش نكشفوا حقائق غريبه جدا وان شاء الله يا ربي ما يسانسروهاش ان شاء الله يا ربي باهي خاطر هذه اخطرنا في المله هذه اخطر برشا للاسف الشديد احنا بعد جمعه باش يتعداو عامين على اغتيال الشهيد محمد الزواري على اغتيال الشهيد محمد الزواري ذكرى الثانيه انتم في موقع الصدى عملتوا تحقيقات لمده عامين هل فعلا انه عملتوا تحقيق استقصائي مرعب للاسف معناتها نوفل معناتها هذه وثائق مصنفه سري مطلق قدامي الان ما نجموش نعديو كان ربما وثيقه ثم بعد صوره فقط لانه خطوره كبيره حتى سلامه الجسدين خاف عليها صراحه باش نكون معك صريح معناتها حاجات كيما هكا كانت تخرج للعلن كارثه معناتها دونك سلامتي انا زاد معك سلامتك انت ايضا وانت بصراحه معناتها كان انت ليش جعمني وتقول سلامتي الجسديه انا لا ما بين قطع لكن اليوم باش نكشفوا اول مره اسم راس فريق الاغتيال اي التحقيق هذا خدمنا عليه حوالي سنتين وقاعدين نتعاونوا مع بعض شركات الانتاج ومرحبا باي شركه انتاج اخرى تحب تعاون معنا اسمها ايريس إسرائيلية الجنسية من أصول نمساوية هذه تقريبا ما نجمش نذكر لك اللقب للالتزامات مع الشركات اسمها إيريس مقيمة حاليا في تل أبيب متزوجة من تونسي ويقيم معها أيضا في مدينة تل أبيب الإسرائيلية بين القوسين الإسرائيلية نوفل هذه تقريبا اللي نسقت عملية الاغتيال من أ جوسكا زيد معناتها بتعاون حوالي 13 عنصر تونسي
ثم 13 عنصر تونسي تعاونوا في الملف هذايا في ملف في اغتيال الشهيد محمد زواري. الشهيد تم استدراجه يوم في ايام 7 8 9 اكتوبر 2016 الى احدى المناطق بولايه زغوان. تم استدراجه في حسب ما تقول وثائقه باش يتم تصويره بدقه متناهيه. يعني كانت عمليه استدراج تظاهره بعنوان السيارات القديمه في مدينه زغوان، تم تصويره بدقه. علاش نوفل؟ خاطر كانوا خايفين لا يغلطوا في قتلان احد افراد عائلته، انه سيارته يستعملوها برشا من افراد عائلته، فحبوا الاختيار يكون معناتها بدقه المكان. صحفيه تونسيه مهاب الحموده اللي الى حد الان نجم نقول انا حسب قراءتي للوثائق ما كانتش يعني تعلم انها تخدم على الموساد، هي فركست على كصحفيه متخرجه جديده، هي كصحفيه جست معي ما خلنا نوقف في الانترنت. شنو الوثائق؟ شنو معناتها؟ شنو نوع الوثائق اللي عندك راجل اللي تحصلت عليها؟ هو استنتاقات لعناصر الشبكه التونسيه المتعاونه مع الموساد الاسرائيلي، اعترافات بالادله. البعض اقر بعلاقته بايريس هذه اللي ساهمت في اغتيال الشهيد محمد الزواري، ورغم ذلك يتم اطلاق سراحه. وانا باش نعطيك معلومه حصريا، الصحفي اللي دخل لتونس تم القبض عليه في شارع حبوب رقيبه وتم اطلاق سراحه مباشره بتعليمات دعني اقولها من جهه سياسيه. لم يتم مراجعه النيابه العموميه، جاهم تليفون تو يطلق سراحه فورا. ثم وثيقه نتمنى كان تعرضها في الشاشه مع تغطيه المعلومات الاساسيه. الصحفي الاسرائيلي بعد اغتيال الشهيد محمد الزواري، بالمناسبه هو 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 ضابط استخبارات في وزاره الدفاع الاسرائيليه، يعني مهاف بفين بيت الليله هذيك، بيت في نزول افريقيا، بيت في عون الاستقبال كي خذا جواز سفر، يلقى عباره تل ابيب، الجواز سفر كان الماني، فبادروا باللغه الالمانيه، حاب يحكي معاه باللغه الالمانيه، قالوا ما نحكيش الالماني نحكي الانجليزيه، وقتها شك فيه العون. جواز سفر الماني وما يحكيش الالماني، فهمت؟ استدعوا يعني الاعراف نتاعو وعلموا الامن، ورغم ذلك فقد تم بحثه في تقريبا ربع ساعه وجات امر من جهه سياسيه باطلاق سراحه. يعني اطراف سهلت دخول الصحافي هذايا. باش نرجعوا توا للصحفيه، الصحفيه اللي عاونت من غير ما تشعر، كيما اي صحافي بطال تلوج على خدمه على جوجل تلقى خدمه بشهريه باهيه. تلقى شركه انتاج نمساويه تعنى بالاختراعات في مجال الطب والهندسه في تونس، الشهريه اللي عطوها لها 3000 يورو. تقريبا 10% تونسية. بعد ما خدمت الخدمة كلها، هذه معلومة أيضا حصرية، بعد ما خدمت الخدمة كلها عطاوها فلوسها لبرا خارج تونس وسلموها علبة شوكولاتة. بعد الأمن التونسي تأكد أنها مسمومة، كان النية لتصفيتها معناتها، حتى يكتم السر معناتها. للأسف الشديد معناتها واو معناتها مسمومة ما كلتش منها معناتها من الألطاف اللي أنا ما كلتش منها. أنا حسب قراءتي للوثائق نوفل، هي راهي خدمة معاهم دون علمها، حسب قراءتي الوثيقة أنا فهمت اللي عندي خدمة معهم دون علمها. معناتها يعني منطقي أنه تم إطلاق سراحة لأنه تم استعمالها. تم استعمالها ثم هم 13 عنصر بما فيهم مهاب الحمودة جلهم دون علم. أيضا نوفل معناتها وقت اللي دخل الصحفي الإسرائيلي مهاف لتونس، إيريس تتصل بواحد من زغوان. معناتها إيريس وقتها في تونس؟ لا في إسرائيل في تل أبيب. تدير العملية من تل أبيب. من تل أبيب. ما جيت قبل تونس برشا مرات. جيت في سنة 2014 والتقطت وزيرة السياحة السابقة أمال كربور وباتت ليلة في نزل هنا ثم ليلة في نزل في الحمامات. فهمت؟ يعني التقت بوزيرة السياحة السابقة. نوفل بعد ما تم تصوير الشهيد في زغوان تم وضع مخطط لاغتياله أ وب. إذا فشل المخطط الأول نتعدى المخطط الثاني. السيارة اللي كراها يهاف كي دخل تونس بعد عملية التصوير كراها بحوالي 1800 دينار يوم واحد. واو 1800 دينار ما كراهاش من وكالة أسفار، كراها من عند شخص اسمه كذا وكذا. أي. فهمتها؟ وإيريس تتصل بها عن طريق الفايبر عن طريق الوسيط تقول له يلزم يهز معاها واحد من أفراد عائلته، وكان ثم امرأة باش العوان الامن يحسوها عائله ما يحسوهاش شبهات، فهمت؟ كي يوصل كي هما في الطريق كان مهاف خرج التليفون وما يعرفوش، معناتها البعض من اللي ماشيين في السياره معهم ما يعرفوش فين باش يهزهم، فمد لهم تصوير سياره محمد الزواري البولو هذيك الزرقاء، وواحد فيهم تجع وقتها قال وين هاز الهم هذا، وين هازنا معناتها الشيء هذا، معناتها تلفت قال لهم فلوس ماني، كنا مسكتوا فهمت هزهم. بعد معناتها كي يوصلوا باش تعطيك عمليه البث قدام منزل الشهيد كيف استمت لاول مره ذلك.
معناتها هزوا معاهم باش يتلف بهم باش يتلف بهم كي هما شكوا قالوا لهم فلوس سكتوا سكتوا معناتها فهمت كي وصلوا قدام بيت الشهيد هبط مهاف وابن صاحبة السيارة السيارة كانت لوحة مرجمية سوداء باش خاطر حتى إريس توصي فيهم السيارة تكون ما تكونش زرقاء لأنه الأمن يركز مع اللوحات فهمتها كي وصلوا للدار ما لقاوش خو الشهيد ما لقاوش عائلة الشهيد بقى يستنى مهاف وبعد حل الكهرباء وجبد الميكرو كان أسود وهبط معاه ولد صاحبة السيارة اللي كان يتقن اللغة الإنجليزية باش يترجم له وهو اللي شد له التليفون وعمل ما يسمى بتحقيق نتاع زوج دقائق صور الكرتوش وقت اللي عدوا فيه كذا وكذا ومن غدو عمل البث المباشر من الحبيب بورقيبة الصباح معناتها بصراحة معناتها ثم دعنا نقولها معناتها ثم بعض الأطراف في الدولة متواطئة في العملية أنه يعني يتم القبض على هؤلاء بالجرم المشهود ثم يتم إطلاق سراح من كل جميعا ثم حتى حد حاليا معتقل على ذمة القضية ثم أيضا مركز بواجهة سياحية هو مركز استخباراتي في أحد مدن تونس ساهم في العملية أيضا هذه ما نجموش أيضا نذكرها لأسباب تتعلق بالتحقيق اللي قاعدين نجرو فيه وعندها اتفاق مع وكالة أسفار تونسية ما نجمش كيف نذكروه اسمه النادي كذا وكذا تونسي فهمت كانت العملية تنسيق قراء السيارات وفريق الاغتيال كل شيء تم غديكا بصراحة نوفل شو أقول لك مالتها تفاصيل صادمة تفاصيل تبكي معناتها تبكي برشا بالحق معناتها حكيتنا ترى إيريس كوهين معناتها متزوجة بتونسي الجنسية دخلت تونس برشا مرات كانت تحب معناتها نوريك شوية متصور جي تشوف معناتها تصورها في تونس تصورها تبكي بالحق معناتها هذه المشرفة هذه قائدة عملية الاغتيال الآن تشتح ترقص مع سفير دولة شهيرة في تونس دعنا أقولها هذه في وسط استنى ما تشتح في حفلة في مدينة تونسية في الجنوب التونسي تشتح مع سفير نتمنى أنه الكاميرا ما تفريش نوفل لا ما ندوروش الكاميرا لا لا سيد المخرج لا لا هو كان هو يخاف على سلامته الجسدية أنا نخاف أنا خوف منشط خوف هاو من الخربة سي بون هذه إيريس هذه إيريس في تظاهرة في الحبيب بورقيبة ذاك هذه في الحبيب بورقيبة المرأة تحاوص لهزا بادش في الحبيب بورقيبة ما عندهش مشكل هذه دورها نوفل الأبار الاغتيال كان هي المشرفة على إدخال أي إنسان إسرائيلي تونس هي اللي دخلوا تونس بطرقها الخاصة حتى كان في جواز سفر وإسرائيلي إسرائيلي دخلوا بأي طريقة كانت هذه مع وزير مشهور وهي في حالة يعني محملته من الخلف معنقة وزير تونسي في مرقص معنقته متاع صحبة أنتيم باش يكون واضح برشا تصاور هذه الشركه نتاعها هاي باللغه العربيه كارميل اوكي معناتها اللغه العبريه هذه المحاضر وهذه ستر ربي يعني ان شاء الله تعدى الحلقه انا نقول ان شاء الله ان شاء الله تعدى لا عاد كلمه تعديتش عاد باش تولي مهزلك لا معناتها انت يعطيك صحه تعطي في من لازم دون الشخشبه انا ما ذكرت حتى اسم معناتها نوفل هاك ترى معناتها تجنبا لقضايا قد ترفع صدري جوستومون كمل احكي لي على طريقه الاغتيال وكيفاش تم طريقه الاغتيال دخلوا من البحر من صفاقس من البحر وخرجوا من مطار تونس قرطاج للاسف معناتها بالنسبه للصحفي راهو كيما نعاود قلت لك راهو ضابط المخابرات الاسرائيليه مو صحفي فقط هو ضابط المخابرات الاسرائيليه جاء برحله مباشره تل ابيب روما تونس دخل بجواز سفر كما قلت لك الماني البعض اللي تعاون معه كنت نقول لك قد شعطاه نوفل باش تعاون معاه وعلم انه اسرائيلي 10000 فرنك بعض من ساعده في الطريق يعني تونسي وتذكر وكل شيء وما تشدش معناتها اعطاه بالضبط 10 دنانير بالضبط معناتها مهاب بن حموده ايضا من طرق نتاعها في استدراج الشهيد انا رميت الصداقه بتلميذ شهيد بعض ايضا محيطين بالشهيد تورطوا في الاغتيال لكن عن حسن نيه اي هذه صحفي مهاب بن حموده ايش قالوا لها؟ قالوا لها معناتها رانا باش نعملوا تحقيق على الاختراعات استدرجوا ايش معناتها باكش يرفض عليه قالوا لها استدرجوا معناتها قالوا لها معناتها احنا ثم مخترع سمعنا به مشهور في تونس عنده اختراعات نحبوا نوصلوا قبل الوكالات الاعلاميه الاخرى فهي بدات تخدم الخدمه نتاعها وطلبوا منها انه تكرم اي انسان يتعاون معها فهي ما تعرفش اللي هو منتمي لحركه حماس للامانه معناتها هي ما تعرفش فكان صحفي بطال وجاته شهريه بايه 10 ملايين في الفتره ذيك معناتها كبيره كما قلت لك من الطف الله انه ما كلتش الشوكولاته هذيك ولا راهي في عداد المفقود في عداد الاموات معناتها بعد ما تعاملوا معاها وسالت لهم خلصوها واعطوها شوكولاته مسمومه نعم كان كلتها راهي ماتت للاسف الشديد هذه معناتها قدام الوثائق نوفل نرجو من الكاميرا انا ما تركزش عليها برشا هذه الوثيقه كانت تحب تقراها اش قال على مهاف
هذا اللي قال يخدم كعون استقبال، قالك توجد تحت صورته شفت تل أبيب وما حبش يحكي بالألمان، قال يحكي لي بالانجلي، فاتصلت برئيسي بالعمل فلان الفلاني وقلت له راهو نعاودوا نفركتوه على الحراسة ولم أتلقى أي اتصال. معناتها راهو أعلم لي سوبيريور نتاعو راهو سيد إسرائيلي وما صار حتى شيء. أيضا الغريب نوفل أنه ما تمش إصدار بطاقة جلب في إيريس هذيا، بينما تم إصدار بطاقة جلب في موهاف بعد ما خرج وبعد ما تأكدوا أنه لن يعود. ثم دورية في نهار يعني كي بات في أفريقيا من غدوة هو خرج يحوز في الحبيب بورقيبة وقام بعملية البث المباشر، فألقت عليه القبض فرقة من الأمن السياحي، المحضر موجود لدى النيابة العمومية ولم يتم مراجعة النيابة العمومية بل جهة سياسية أعطت الأمر بإطلاق سراحه فورا. وذي عشان نقوله معناته أنه تونس دولة مخترقة للأسف الشديد، يعني الأمن القومي التونسي يلزم وقفة جادة من رئيس الحكومة، وقفة جادة من رئيس الجمهورية، هذه راهي مسألة أمن قومي. اليوم اغتالوا الزواري، غدوة يغتالوا ألف واحد كما الزواري، للأسف الشديد بلادنا معناتها مرتع. أي واحد بشوية فلوس ينجم يعمل اللي يحب في تونس. بس 1800 دينار كري الكهرباء ما عند السيدة ذي، هي غولف دو بالمناسبة كلاها مشابهة لسفاقس، وصور وصور حتى مع زوجة الشهيد وقالها أنا من قناة ألمانية، عمل مع حوار وصور الرصاص في الباب متاع منزل الشهيد. للأسف الشديد معناتها أهو كرصاص كما ترى قدام الصورة، صور عمل بث مباشر بعد من الحبيب بورقيبة. بالنسبة للتقرير اللي عمله قدام دار الشهيد كان بهاتف تقني متطور للغاية، صور عمل به ربط الديريكت لتل أبيب، والطفل اللي صور هذا اللي صور هشد التليفون خذاه 10,000 بالضبط، 10,000 فرنك وعرفوا الإسرائيلي، وتم إطلاق سراحه. عمره وقت اللي عمل العملية دي عمره 18 عام، 20 سنة عمره، فهمت؟ واسمه ميم كذا وكذا. بليش معناتها بليش باش يصير باش معناتها باش هذا على 10,000 فرنك ويعرف اسرائيلي يدبر مصروف، معناتها باش تعمل شنو باش تعمل باش تشتم عليه معناتها بيت كامله هكا معناتها للاسف الشديد. طريقه الاغتيال شبهت انا بطريقه اغتيال خرجقجي، خاطر العشرات تورطوا في العمليه بين اجانب وبين، لكن الاغلبيه التوانسه وما ثمش تقريبا اسرائيليين مع عدادك ايريس فقط، حتى عناصر التنفيذ ما كانوش اسرائيليين، كانوا ضباط الموساد لكن ما يكونوش اسرائيليين. العنصر الاسرائيلي نسقط العمليه. الغريب في الامر انه في احد المتهمين قال انا على علاقه بايريس وتتصل بي بارقام اسرائيليه، ورغم ذلك تم اطلاق سراحه. يعني اشياء نقاط استفهام. اي اما لم يكن يعلم بالاغتيال. لكن العلم بالاغتيال. يعني ناس متورطه في تونس وبالمحاضر معناتها ناس متورطه. رغم ذلك معناتها يتم اطلاق سراح ويتم دفن القضيه ويتم معناتها كيما تراو معناتها اللي صار مع خرجقجي تعويم وتمويه لتموت القضيه. اليوم احنا في الذكرى الثانيه لاغتيال الشهيد، نهار الخميس الجاي القادم تقريبا 13 ديسمبر لجنه الدفاع باش تعمل ندوه صحفيه في دار المحامي. نتمنى انه تكشف الاكثر من التفاصيل هذه، خاطر المصادر تؤكد انه عندهم تفاصيل اكثر من هكايا. نتمنى انه يكونوا شجعان، ثم ضغوطات، ثم محاولة إخفاء الملف، طي الملف. أنا قلت لك إن شاء الله تعدى الحلقة دي. علاش معناتها شنو منين تنجم تجي ضغوطات؟ من أمريكا؟ مش من أمريكا، ما ثم جهات سياسية متورطة في تونس متورطة في الملف تخشى على ذكر أسماء. أنت ريت تتصور توا تزمت. إي صحيح. وزير سفير يشتح معاها رأس الاغتيال، فهمت؟ هاي معناتها باش ما تقولش رشد معناتها هاي اسمها واسم زوجها التونسي، تلاحظ غاديك في المحضر. إيريس هذي معناتها تو كي تجي لتونس تتشد. تتشد. لا عادي تشد، فهمت؟ الحمد لله. كان إذا كان ثم إرادة معناتها. لا معناتها ثابت تهمتها. ثابت تهمتها في قتل الشهيد الزواري، وأيضا ثابت علاقة حوالي 13 شخص بها تونسي. يتواصلوا معها على الفايبر، يتواصلوا معها ثم مركز أيضا ما نعرفش المعلومة هذه نجم نقولها ولا، أنه هي كي تدخل الإسرائيليين التونسي لتونس تهزهم المنطقة وسط تونس. في مركز سياحة إيكولوجية على ما أعتقد، ثم يتم تفريقهم على نزل في الحمامات وسوسة، ثم إلى جربة في نحكيه على السياح الإسرائيليين. نعاود نذكره معناش مشكلة مع ديانة اليهودية نوفل، احنا مشكلة مع المتصهينين اللي على علاقة بالمشروع الإسرائيلي الصهيوني، معناتها فهمت؟ احنا ما عندناش مشكلة مع ديانة اليهودية، مشكلتنا مع اللي يحتلوا أرضنا في فلسطين. للأسف الشديد هذه هي تدخلهم معناتها بجوازات السفر الإسرائيلية، والقانون التونسي يمنع بتاتا دخول أي إنسان بجواز سفر إسرائيلي على مناشير قانونية أصلا. جوستومون فوالا معناتها لهنا باش نوضحوا معناتها مهم، أنا كنت باش نعمل التوضيح هذا رانا لهنا لا نعبر على أي موقف بل نعبر على الناس تخالف في القانون.
معناتها ديما نقولوا رام اللي يجي ويبدا الماني يبدا فرنساوي يبدا كذا وهذا ما عندوش، اما القانون والمناشير تمنع ولكن يتم مخالفتها، هذه على الاقل اللي يهمنا في الحكايه انه يتم مخالفه القانون التونسي. هذه هي معناتها الملخص. باش تهبطوا في الصدام معناتها باش تهبطوا وثائق؟ لا احنا باش نعملوا وثائق مع احدى شركات الانتاج قاعدين في تواصل معها، اذا ثم شركات تحب تتقدم مرحبا بها. نحبوا معناتها فيلم وثائقي يكون بالوثائق مدعم بالتفاصيل. عندنا صور، عندنا حتى فيديوهات. معناتها فيديوهات شنو؟ فيديوهات معناتها تحركات السيده هذه كيف جات لتونس، وعندنا كيفاش عملت لقاءات صحفيه، يعني نتحدثوا على تحقيق. انا اللي وتر لي اعصابي صحه الرقعه بعد الاغتيال الصحفي حوس وماشي معناتها والله شفناهم اغتالوا قطعوا هربوا يجريوا في تونس يدور يحوس عادي في تونس معناتها بعد الاغتيال يحوس دون اي خوف. اي معناتها كان واثق انه الجهات السياسيه باش تحميه. انا عاود نقول لك جهه سياسيه كان تسمي اسمه الناس تفجعته، اللي عطاه تليفون قال هذا يخرج تو، عطاه تليفون للامن قال لهم هذا يخرج تو، كان تسمي اسمه الناس تبكي تو. معناتها بالحق معناتها تونس كيفاش وصلت للمرحله هذه؟ من يخونون البلاد يحكمون للاسف الشديد، خونه تحكم في تونس، لا اعمم ولكن بعض الخونه سهلت العمليه هذه. نعاود نقول النيابه العموميه ما في بالهاش عمليه اطلاق سراح ومهاف هذا الصحفي هذا اللي هو بالمناسبه له جاسوس ماهوش صحفي، يخدم ضابط في الجيش الاسرائيلي، شفناه حتى في 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 يغطي في الحروب في العراق، شفناه دخل حتى المسجد النبوي، يعني دخل المدينه صور في عمل سيلفي في المسجد النبوي، معروف بانه يخترق الدول معناتها بطريقه غريبه جدا. كان كما قلت لك في السياره كان يقول لهم وراهم الفيديو نتاع سياره الشهيد الزواري، هما واحد فيهم دش خاطر اثنين في بالهم واحد في بالوش نوفل، الثالث قال شنو هذا تفجع معناتها فهمت، قالوا ماني قالوا سامحني فرير كمل على روحك فهمت، يعني هذه هي سياره الشهيد محمد الزواري، يعني شيء اسف معناتها شيء اسف. ما كل مره قاعد يجي يوتر لنا اعصابنا وروح انت صاحبي ربي تستر. دونك شنو في الختام معناتها تعطيني ريكاب رجل الخياري في الختام معناتها نتمنى انه قضيه الشهيد الزواري تبقى حيه، علاش لا ما ياخذش الضجه كما خذاها خاجقجي، راهو كيما ذاك 18 اشفوا على عمليه الاغتيال، حتى هذه تقريبا 20 شخص بين اجنبي وبين توانسه وبين اجهزه للاسف متورطه في العمليه. السيد هذا كان مفخر لتونس، كان صنع اول طائره قصفت اسرائيل في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي. الرجل هذا زوجته الى الان دون اقامه. الباجي قايد السبسي استقبل زوجات الشهداء الكل الا المراه هذه، مغيبه تماما عن الجهات الرسميه. نداء القضيه هذه تبقى حيه في قلوب التوانسه، انه الرجل على الاقل الناس اللي تورطت في العمليه في تونس تتحاسب تتحاكم، اعاده فتح القضيه. معناتها حتى المجتمع المدني اللي خذ موقف من اغتيالات حتى تصير برا من تونس، خذوا موقف حتى من اغتيال هين التوانسه الكل. معناتها ادم فتحي لطفي بوشنيق قال دمنا ماء ودمهم دمو، معناتها علاش هما دم واحنا ماء تقول يهبط مش دم. وان شاء الله تتعدل تتعدى يا ربي، لا قلت ربي تتعدى. والله ضغوطات رهيبه ما تصورش قداش، نحكي في الماضي ما نعرفش من زاده، مش لازم ضغط معناتها الدوله، لا كل اي واحد في تونس عنده ربع جرام بوفوار يمارس عليك ضغوط باللي نجم. بالحق سيعطيك الصحه انت اللي تخدم فيه راشد، اللي انا نتعامل معك كصحفي مهنيا بصراحه، تخدم في خدمه نتمنى وكلنا نجموا نخدموا، يعطيك الصحه راشد. شكرا لك. وتوا موعدنا مع ديلين الكيك اللي يجي في وقته. عندكم موجودين لكيك جدد ديلين، مصنوعين بأحدث تكنولوجيا ومعمولين بأعز حليب، أبن شوكولاتة سويسرية وأحسن غلة. ديلين يجي في وقته. ديلين يجي في وقته. ديلين هو كيك تونسي جديد
اختار انه ينشئ المصنع متاعه في قلب الشمال الغربي وهيئه باحدث ما فما من ماكينات حسب المعايير العالميه وحسب شهاده اوروبيين مختصين في المجال. وتذكروا وريناكم المعمل كيفاش مصنوع بطريقه فيها احدث التقنيات العالميه. وزيد هذا لي برودوي دايلين مصنوعين من احسن المكونات من كاكاو سويسري وبرودوي ليتيه يعني زبده وحليب وياغورت اقل سكر مضاف وكولورون ناتوريل وخاصه اون جام سون لويل دو بالم. هذا تعرفوه المظهر نتاع الويل دو بالم ما فيهوش الويل دو بالم بالكل. نشوفوا مع بعضنا مثلا كيفاش يتصنع البلوم كيك. في قلب الشمال الغربي وفي المنطقه الصناعيه ببيجا اختارت ديلين انها تنشا المصنع نتاعها باش توفر مواطن شغل لاهالي الجهه. مصنع ديلين مهيئ بأحدث ليني دو برودكسيون في إفريقيا وهذا بشهادة خبراء أوروبيين في المجال. يتم تصنيع منتوجات ديلين حسب معايير صحية عالية. عملية التصنيع حديثة وروبوتيزي للحد من أي اتصال ممكن مع الجراثيم. البلوم كيك مصنوع حسب اون روسيت تراديسيونيل ايطاليان بالياغورت وهذا يخليه يكون بنين وموالو. اختيار المكونات هو مرحلة هامة على خاطر ديلين اختارت احسن المكونات من شوكولاتة سويسرية، زبدة، غلة وحليب. آخر مرحلة لي باكاجينغ اللي هما بروتيكتور كونتر لي زو في والندوة اي افيك ان ديزاين انوفون. يعني كما شفتوا البلوم كيك ديلين مصنوع حسب وصفة خاصة بالياغورت الحقيقي، معناتها مش فيه نكهة الياغورت، لا الياغورت الحقيقي وذاك علاش هو خفيف وبنين. كيك جدوت ديلين مصنوعين بأحدث تكنولوجيا ومعمولين بأعز حليب أبن شوكولاتة سويسرية وأحسن غلة. ديلين يجي في وقته. وانا اليوم باش نقدم لكم آخر مولود من منتوجات ديلين، هذا هو البروني بروني نوازيت. هذا حاجة بدينا على الأخر برشا، حاجة خارق العادة، مصنوع من شوكولاتة سويسرية والباد دو نوازيت. أنا ذقت ثلاثة كعبات خاطر من كعبة الأولى ما نجمش نفيق بالبنة، ثلاثة كعبات ذقت دونك فقت اللي الباد دو نوازيت نتاعو بنينة على الأخر وشوكولاتة سويسرية سو لومبلاج محلاه معناتها يحميه من الشمس وغيره. أحسن حاجة تنجم تعطيها للصغار ولا للكبار. كان تحبوا تزيدوا تعرفوا على منتوجات ديلين تتعرفوا أكثر ادخلوا شوفوا الجام دو برودوي المتنوعة برشا والبنينة برشا على الباج فيسبوك ديلين، الكيك اللي يجي في وقته. كالعادة كل نهار سبت في ديما لاباس وكل ثلاثة في اضحك معنا تنجموا تربحوا مليون كاش. ديجا الحلقة هذه قاعدة تتعدى وينجم يكون اسمك انت اسفل الشاشة اخر الحلقة هذه وتربح مليون كاش. عليك باش تبعث وباش تقوي حظوظك حتى توا، ابعث على 85980 على 85980. ما ربحتش اليوم بكشي فيها خير، تنجم تربح 10 ملايين كاش اللي باش تجي اخر شهر. دونك على 85980.